وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. فدلنا ذلك على أن النوم ناقض للوضوء. طيب، النوم في معناه كل زوال عقل كالجنون والإغماء، ومثله أيضا ما هو ملحق بأحدهما كالسكر، فإن السكر والبنج المذهب للعقل ومثله الصرع كلها تكون من نواقض الوضوء، لأن المرأة إذا ذهب عقله لم يتحكم بمخرج الريح منه، فربما خرجت الريح منه، وحينئذ نزلت المظنة منزلة المئنة، والشرع ينزل المظنة منزلة المئنة في مسائل، ومنها هذا. هذا زوال العقل جاءت الأحاديث الصريحة في نقض الوضوء به، إلا أن هناك استثناء، فقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فتخفق رؤوسهم، ومع ذلك إذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم قاموا فصلوا معه ولم يعيدوا وضوءهم. فدلنا ذلك على أن النوم اليسير ليس بناقض للوضوء. وكيف نفرق بين النوم اليسير والنوم الكثير؟ قالوا: الأصل أنه يفرق بينهما بالإدراك وعدمه، هذا هو الأصل من حيث المعنى، ولكن ذلك غير منضبط. لما؟ لأن بعض الناس قد ينام ساعات طوال ولا يعلم أنه قد نامها تلك الساعات الطوال. وأذكر شخصا ودائما أخبر بقصته وله الأجر بذكر قصته، أنه نام فاستيقظ فظن أنه لم ينم إلا دقائق معدودة، حتى أنه نظر في الساعة قال: أوه ما نمت إلا أقل من 5 دقائق. يقول: لم أستنكر من نفسي إلا شيئا واحدا، أنني قد جعت. يقول: فلما ذهبت ودخلت الدار عند والدتي فإذا بي قد نمت يوما و5 دقائق. وهذا غالبا في الشباب صغار السن، هم الذين يستطيعون أن يناموا هذا النوم الطويل، كبار السن لا يستطيعون الاستغراق في النوم. فالمقصود أن ما ذكره بعض أهل العلم بأن الناقض هو الذي يغيب المرء فيه عن الوعي تماما ولا يدرك، هو قد لا يعلم، هو يظن أنه لم يغب عقله، هو قد غاب عقله. ولذا فإن المضبوط كلام فقهائنا أننا ننظر للهيئة، فإن كان قد نام مضطجعا أو متكئا بأن يكون مستندا على شيء أو ساجدا فإنه يكون ناقضا، وأما إن نام واقفا أو نحو ذلك من الهيئات التي لا يكون فيها النوم متمكنا، لأنه إن تمكن سقط، فإنه لا يكون ناقضا، لأنه إن تمكن من النوم سقط ولم يسقط، فدل على أنه ليس بناقض.